بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. حضور جلسة التعايش السلمي هذا اليوم 29/7 يوم الاثنين بحضور الدكتور الشيخ عام عشيرة آل عيسى في العراق ورئيس لجنة التعايش السلمي في مجلس النواب العراقي، وحضرنا الدكتور عبود شيخ عام عشيرة آل عيسى والشيخ حسن آل جواعد شيخ عام عشيرة جناح آل جناح في المنصور، والموقف الوطني الذي قمنا فيه الفارس العربي الدكتور الرحال عدنان العزام ومرافقيه، اتصلوا بي هاتفيا من سوريا الحبيبة الشقيقة، وكلمني الشيخ عشائر دليم على موضوع الفارس، حامل رسالة النصر والسلام على الإرهاب في سوريا والعراق، وكان يعني حقيقة متأخر في طلبي، وجاني هم تليفون من شيخ عامر السلمان شيخ عشيرة السلمان من المملكة الردية الهاشمية، واتصلت في الاستاذ روكان الحلبوسي ابو والد رئيس مجلس النواب ما حصلته، فاني استعملت صلاحياتي بالتعايش السلمي والاتحاد، لان هذا موقف وطني مشرف الى عشائر العراق والى قبائل العراق، نحن العراق قبلي، واتصلت الى مشرف طرابيل ومشكور العقيد عدنان العزاوي واستاذ يوسف من البعلية جاسم مدير مكتبه، وقلت لهم والله العظيم العقال ما احطه براسي اذا ما دخلوهم، ودخلوهم بنفس اليوم قالوا لا عقالك سالم براسك ونصير لك جسر وتعبر علينا وتفوت، بنفس اليوم نفوا الطلب، وخابرت محافظة الانبار، استقبلهم محافظة الانبار والاستاذ عضو مجلس محافظة الانبار الشيخ عام عشيرة المرعي الشيخ اركان الخرب الطرموز مشكور، والى ان رافقتهم وصلتهم الى بغداد العاصمة الحبيبة مدينة السلام، وايضا سوينا لهم احتفالية في فندق منصور ميليا يليق بمقامهم احتفالية، الى ان وصلوا الى شيخ صيهود قام لهم بالغداء، وصلوا الى حدود زرباطه وسهلت لهم الامر ودخلوا الى ان ودعتهم من العراق. وهذا لجنة التعايش السلمي الذي قودها الشيخ الدكتور عبود وحيل آل عيسى شيخ عام عشيرة آل عيسى ورئيس لجنة التعايش السلمي في مجلس النواب، وايضا الدكتور الشيخ حسن مشكور لأنه الجلسة اليوم في مضيفة ورجل وطني وهم يخدم العراق، ومشكور للدكتور عبود وحيد إن شاء الله رئيس اللجنة لأنه توجه من ناحية العشائر ومن ناحية التعايش السلمي في العراق، والحمد لله والشكر هذا الرجل يعني عاجز عن التعبير او وصفه، يعني الشيخ عبود لان مثالي ورجل وطني ورجل غيور ورجل يحب العراق، والحمد لله والشكر ان شاء الله نخدم العراق باخلاص ونخدم عشائر العراق ونخدم قبائل العراق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احسنت. الشيخ خليل ابراهيم الضاري ممثل امين عام اتحاد السلام القبائل العربية ومستشار شؤون العشائر في المصالحة المجتمعية، وأشكر الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن جهودك.